سحرك سيدي لو داوية هذه روحي ولا سحره حنون صدو سحر كي نعيد يسيك لك دسنا سيلو داوية محلو داوية محلو داوية لو النوع نوع وبناية نوع نمو بنانا نوع بنان وأرمى دورة مر سحر كو انتو سنكو قد حين هذه بات درين كيسا أدقبت سحر كا كهرتك بولي حر سحر بولي حر سحر كيسا لوحا كم إذا إن ألازمتو أذكارتا أذكارتا إن ألازمتو أذكارتا هبيكي مركات سياحانيسو واغو مركو بريو قبل مركو دعو غلبتي أذكارتا محو أهاي قولي أغا مركات كسو بحيسو قولي أغا مركات قليسو روح مركو أذكارتا اللازمو واحر سحر سحر كويكا إلا لنا وحي اللي سوق قنتي يوحي اللي قلت لقلي ماليكا قلان مهلي شيان دينتي اللي صوت ديري مركي مادان روح نواب إلى شيء هيبة لأن أذكارته وحي كان إيسا أدون كان إن إلهي أسميه ملائك واردي إيسا شياطين تونا مركي ملائك تا مركي أركت ويبا عرّيبا يا شياطين تو وقح ملائك تا مركي أركت ويعرّيا مركي أدون كو مركو أذكارت إلهي أحفظيه إلهي وحوصينا يا حماية والله إلالينا يا تاسي واتحدر إن مركو هربا أدون كو إلاليه كتحدره طلبات نبينا صلى الله عليه وسلم وحوت المامي ويضنا نوع تحدر يكهر تقع وحوت المامي كما في الصحيحين وحو النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر ابن النبي صلى الله عليه وسلم روحي مركو واقو أبر يومال كست تطبح بقو تمرت عجوة كوا بريستا والصباح ده رعنا سنة مقاوته سحرنا مقاوته تمرت عجوده ومدى المدينة كبحدة نوع مدمدو عجوة اللي هذا هو تمرت نوع وقالي سنبع تقريبا تمرت نوع عاسو كلا هدو روح صباح كست تضبح بكعنا سنة مكريسو سحرنا كريم ماي ويدنا ونوع تلال أواي كهر تقوى النبي قال إنه شيء صلى الله عليه وسلم حديث كاسينا صحيح عنك وقيالة هذا الروح والسحر كي كل روح من صدى قالوا كيدنا اللودة ويوحى كم ذا قرآن ك هي أذكارتا اللودة ويا حتى الماما هي النصوص في ربضان لكن وحي نكسو قادنا إنا النبي قال إن صلوات ربي وسلام عليه والله السحري حديث كعائشة تلمام إيسا نبي جوحى السحري نين ربني زريقة هو يهودي هو اللي به شري لبيد بن الأعصم السحر نبي يقول السحر صلى الله عليه وسلم نبي يقول السحر كي وقبتي سيدي وقبتي نبي عقل كيس مصابين عفيمات كيس كلمة مصابين لكن نبي يقول صلى الله عليه وسلم وحو إسلي هي شيء سميه إنه سميه بمودة يا من السمين سيبو أقبت مدو النبي صلى الله عليه وسلم حنون كاسي هاي سيدي عائشة الماميس نوع حقود عاي اسمه تسيسة شيء قوات سميسي ما السمين طيب مدمر كو سيدا أها أيام مال المال ما كم إذا أما هبين أيو نبي وحي تيري أكتر إسوكو تشوكو إلهي آدو بريء دعا ودعا إلهي بآدو بري وطوغي إلهي بسوء لبهم به إلهي دعا دي سنمر كواه أخبالي يقول يري بويتري عايشوي أشعرتي أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه ما أكتاه يقول عايشوي إلهي وحن ويديستي إنو إيغسو جوابي محيطاه يقول وحو يري لونن بائي يمت والله ملك
labada nin midkood wuxuu fadhiistay xagga madaxu ka fadhiistay midna xagga luguhu ka fadhiistay ayagoo saa u dul fadhiya iyo ku dul sheekaysteen marka isaguna waa dhageysanaya midkood baa wuxuu yidhi maa wajacu rajul war ninka xanuunkiisu muxuu yahay warigu waa jiran yahay maxaa haye kii kala hadlo wuxuu yidhi matbuub waa sixran yahay bu ninku waa sixran yahay su-aal buu ku celiyay wuxuu yidhi waman dabbahu yaa sixray ninka sixrayaa waa wuu jawaabo wuxuu yidhi labid ibnu lacsam ninka yahuudigaabaa sixray wuxuu yidhi fii ayi shay muxuu ku sixray sixirka muxuu u isticmaalay wuxuu ku yidhi fii mishtin wamushaatatin wajifu talci nakhlatin dakar wuxuu isku qasay ninkani waxyaalo badan yuu isu geegeeyey shallo shallada lagu shallaysto markuu ruuxu shallaysanayo timaha ka daata qaar ka mida geedka timirta ah qolofka timirtu markay baxayso qolof baa saaran geed lab ah qoloftiisa markuu midhuhu soo baxayeen qoloftiisa qoloftaana wuu soo qaaday wuu ku daray intaa markuu isku daray ayuu haddana irbado ka taagtaagay irbaduu ku mudmuday waxbuu ku akhriyay intaasuu isku daray su-aal kaluu weydiiyey labadii malag baa sheekaysanaya macnaha markuu ku yidhi wuxuu ku sixray waa noocaas iyo haddana su-aal kaloo weydiiyey wuxuu yidhi wa ayna huwa sixirkii noocaas ahaa xaggee buu hadda ku jiraa xaggee buu geliyey markaasu wuxuu ku yidhi ugu jawaabay fii bi'ri darwaan ceelka darwaan la yidhaahdo salkiisuu dhigay buu yidhi halkaasuu ku jiraa sixirka rasuulku marka sal alla alayh wasalam waa soo tegey ceelkii buu yimid isagii saxaabadiisa qaar ka mid oo la socda baa ceelka yimid caisha waxay leedahay nebigu markuu ceelkii ka soo noqday buu ii warramay bay tahay wuxuu yidhi ya caaisha ka'annamaa ahaa naqaacatu alxinaa ceelkii waxaad moodaa biyihiisu xinaha marka la qaso soomaad arkay biyaha ka miirma ceelkii oo dhan biyihiisii guduud bay noqdeen sida xinaha oo kale ah yacni waxaa saameeyey sixirkii biyihii ceelka oo dhan buu bedelay markaasuu dhiig oo kale ka dhigay biyihiiba guduud bay noqdeen geedihii timirta ahaa ee ceelka ka eg dhowaana madaxoodii wuxuu isu wada bedelay madax shaydaan baad moodaa yacni geedihii laamahoodii iyo caleentoodii iyo madaxii oo dhan foolxumada iyo say isku noqdeen madax shaydaan baad moodaa madax shaydaan lama arkine laakiin waxaa laga wadaa wax kastoo foolxumada meel khatar a ka gaadhay ayaa la yidhaahdaa waa madax shaydaan waaka qur-aanku waa cabiray soo maa haa marka geedihii oo dhanna waa isbedeleen ceelka biyihii ku jirayna waa isbedeleen sixirkaas uu meesha ninkaasi geliyey sida culayska uu leeyahay iyo saamaynta ka timid baa waxaasoo dhan isbedelka keentay waxay tidhi markaasaa waxaan ku yidhi yaa rasuul allah afala istakhrajtahu marba haddii sixirkii aad heshay maad soo saartidoo maad gubtid ayib markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam maadaama ilaahay i caafiyey oo ilaahay caafimaad i siiyey waxaan ka hanayaa inaan dadka fitno dhexdooda abuuro ayib inaan fitno geliyo oo fitno abuuro ayaan ka baqayaa buu nebigu sal alay wasalam adiga waa la aasay meesheedii ayaa lagu aasay riwaayo kale waxay leedahay nebiga sal alay wasalam malakul jibriil baa soo degay wuxuu la soo degay mucawidateynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo birabbi annaas kuwaasuu nebigu isku akhriyey sal alay wasalam hal aayad markuu akhriyaba yacni waxa weeye waxaa laga siibahayay xanuun midda kale markuu akhriyo xanuun baa laga siibahay midda kale markuu akhriyo xanuun baa laga siibayay markuu labada qul acuudu dhammeeyey nebiga waxaad moodaa sal alay wasalam seeto iyo dabar ku xidhnaa in laga furay baad moodaa